In case they don't take it, she wanted to see me, so now I'm headed to the. السلام عليكم. قبل لا يبدأ المقطع يا ريت تقدر تعبنا وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس. يا حياة الشقة، شفت هذا كيف موتره مغبر ومو معتني فيه؟ والله لو انه عندي كان بعته وعالجت ابني، لكن ما نقول غير الحمد لله. هذه خامس مرة اجي اغسل موترك وما تعطيني شيء. ابي اجرتي للشهر كامل عشان اشتري علاج لولدي، وتكفى لا تقول بحاسبك بعدين. والله اني مشغول الحين وفلوسي بالبنك، لا تقروشني عشان كم ريال. خلاص بس تجي المرة الجاية بحاسبك كامل، انت روح الحين ولا تشغلني. حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا شايف وعارف تاليها، يجيك يوم. ما أدري من وين بجيب ثمن علاج ابني، كنت معتمد على فلوس اللي عند فراس ومحمد راعي الشاص، ما أقدر أطلبه لأنه بحياته ما تأخر علي بالفلوس وما لي عنده شيء. يا رب انت شايف وضعي، يا رب تفرجها علي، والله ضاقت علي الدنيا. الله يعطيك العافية، بس اترك الشاص وتعال بسألك. سمعتك تتكلم عن ولدك وعلاجه، خير وش فيه؟ ابني يعاني من مرض بالدماغ وتكاليف عمليته غالية كثير، وانا اشتري له مسكنات عشان يعرف ينام لين الله يفرجها. طيب الحين اعطيك فلوس تشتري علاج ابنك لين الله يفرجها عليك. لا ما باخذ منك شيء بدون مقابل، انا اكلمك بس افضفض لك مو اكثر. طيب تعال معي افيدك بشيء. اسمع يا ابن الحلال، هذا القارب كنت اشتغل عليه زمان وصيد سمك، والحمد لله الحين وضعي تحسن وماني بحاجته. الشغل ما هو عيب، بس شغلك متعب وبعمرك ما تعالج ولدك، لازم تطور نفسك، وما بقبل منك اي عذر انك ما تقبل هديتي. كثر الله خيرك، والله ما قصرت، ويا ريت كل الناس مثلك. فعليا صدق من قال عمره الخير ما ينقطع من الناس. هذا واجبي، والله يقدرني وساعدك. انا بروح الحين وانت بدأ اشتغل على نفسك. الحين اقدر ابدأ اترزق الله وصيد سمك وابدأ اجمع فلوس علاج ابني. الحمد لله ربنا قدرني وصد الثلاث سمكات اليوم، خلني ارجع قبل لا تغيب الشمس وبيع السمك واشتري علاج لابني. الله يعطيك العافية يا عمي، بايش اسعار السمك اليوم؟ سمك هذا صيد اليوم، وتصدق انه اول مرة اصيد، وسعر الوحدة 20 ريال، بس اذا تبيها كلها خذها ب50 ريال. الواضح انك على نياتك وتترزق الله. اسمع انا باخذ ثلاث سمكات وبعطيك 60 ريال.
يا ولد والله ما للجو اللي احنا فيه، يبيلها طلع نغير روتين. وش رايك نطلع للبر؟ هو انت كل ما تزهق تبينا نروح على البر؟ يا ولد ابوك عنده يخ، اطلبها من ابوك وخلنا نفلها بالبحر. اي والله انك جبتها، خلاص انا بطلب اليخت اليوم وبكره ان شاء الله نطلع. انت جهز امورك وانا اكلمك بكره ان شاء الله. خليني احاول اقنع ولدي يروح معي للبحر عشان اغير جوه، اخر فتره ما طلع من البيت. تعال معي يا ولدي غير جو وشوف قارب ابوك الجديد، وخلينا نشوي سمك ونتونس يا ابني. لا ما ابي اطلع من البيت، راسي يعورني وكل يوم يزيد الالم، تكفى شوف حل يا ابوي. يا الله ترزقني رزق الحلال واقدر اعالج ولدي الوحيد، بس الحين خلني اشيك على حالة الطقس قبل لا انزل على البحر. سيكون الجو اليوم معتدل حتى ساعات العصر، وبعد ساعات العصر ستتأثر المملكة بعاصفة شديدة الخطورة، وستكون الرياح شديدة السرعة، ويكون البحر في حالة عدم استقرار. خلني اصيد السمك واحاول ارجع قبل العصر عشان قاربي ضعيف وما يتحمل عواصف. ما تبي تنزل تسبح معي؟ لا مالي خلق الحين، خلها بعد شوي. شو انت هنا وانت مبطل تغسل سيارات وصاير صياد ما شاء الله؟ اي والله صرت صياد، الظروف تجبرك بعض الاوقات، بعدين يظل افضل من اني اظل تحت رحمتك. اي الله خير، بس لا تصيد سمكة قرش بالغلط. لا تخاف علي واسمع، بكون احسن منك، بحذرك ترى في عاصفة بعد العصر، الافضل انكم ما تبعدوا وترجعوا للشط قبل العصر. انت تقارن قاربك هذا باليخت اللي معنا؟ اقول الله معك الله معك. لازم نرجع للشط الحين، الواضح ان بعدنا كثير عنه، والموج بدأ يرتفع وشكل الرجال كان صادق.
لقيت نفسي على هالجزيرة، شكل الموج سحبنا، بس يلا الحمد لله انه حنا بخير. ايه الحمد لله ان احنا بخير، اهلنا غير يدور علينا ويلاقونا، بس يا اخي ما عدتي فاضية، خلنا ندور على شي ناكل على هالجزيرة. بلاوي والزمن كله بلاوي، ولا عادت توصلنا الخطاوي، رجير الوقت مير الوقت عيا، وخاب الظن فيه كل الهداوي. وعيني من كثر حزني بكتني، وقلبي تاه بالدنيا خلاه، وانا يا ابوي ما بدل عشيري، ما دام هو في حر النداوي. لفينا كل الجزيره ما لقينا شيء ناكله، والله حس معدتي بدأت تاكل ببعضها من الجوع، يا رب مالنا غيرك طلعنا من الضيقة اللي احنا فيها. في نار على الجزيرة، مع اني اعرف انها مهجورة، خليني اروح اشوف مين فيها، برجع لها بوقت ثاني، الموج قوي وما راح اقدر اوصلها. والله شكلنا منموت هنا ولا حد داري عنا او مدور علينا، تعال خلينا ندور شي ناكله مره ثانيه لعل وعسى نلقى شي، ربنا ما ينسى حد، خلنا ندور. يلا مشينا. اسمع، حاول لا تتحرك، واول ما تشوفه يقرب عينه ابدا اركض. قلت لكم البحر غدار، لكن انتم غريتوا باليخت اللي معكم، وشفتوا كيف الحياة تدور لا سمح الله لو ما لحقتكم. كان زمان تغدى عليكم النمر، لكن الحمد لله اني لحقتكم باخر لحظة. تعالوا اركبوا معي نرجع للمدينة. لا والله يا عمي، ما نرجع معك الا لما تطلب طلبك بلسانك، واطلب المبلغ اللي تبيه وحنا حاضرين، واعذرنا عشان غلطنا بحقك وسألنا لك، بس مستحيل يا عمي نرجع معك بدون ما تطلب كل شيء نفسك فيه. دامك مصر وتبي تفيدني، عندي أمنية وحيدة بالحياة، ما بي منكم لا فلوس ولا جاه ولا شي، بس طلبي الوحيد انكم تتكلفوا بعلاج ابني، والله ما لي غيره وانا عايش مشانه، وغير كذا ما ابي منكم شي. وبعون الله يا عمي، من اليوم اول ما نصل المدينة نحط ابنك بحسن مستشفى ونعالجه، وان شاء الله يرجع طبيعي.